ناخد تهاني هانم. هنحط الايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، ازيك يا كيف علاء؟ الحمد لله يا فندم كله بخير، يا رب تكون حضرتك بخير. الله يخليك، انا عايز اشكرك بس على ادبك وذوقك واخلاقك بصراحه، يعني ربنا يخليك يا فندم، انت سفير لجبر الخواطر من بتوع الشفات والله. ربنا يخليك يا ماما، ده من ذوق حضرتك والله يا امي، تسلمي، شكرا. لا والله ربنا يخليك. اما بخصوص سؤال الحلقه، فانا البسبوسه فاشله فيها جدا جدا جدا. عملت كل حاجه ما طلعتش كويسه، كل الطرق، كل حاجة، الطرق اللي تتخيلها عملتها وفي الاخر بتفشل. بفشل. طيب عارفه دي، هل حضرتك سالت نفسك هل العيب في المقادير ام في الفرن ام في حضرتك؟ انا بقول العيب في الفرن، نمشيها يعني. مش هغيره. مش هتغير العيب، وانا مع حضرتك، عشان كده اديتك ثلاث خيارات، للفرن للمقادير، واخر حاجه ممكن نتكلم فيها نسينا حاجه زودنا حاجه فيبقى ده بره الموضوع، لاني اكيد حضرتك جربتها 500 مره. كتير كتير، وفي الاخر بتبعتي تجيبي واحده جاهزه بتبوظ خالص مني، بتبقى مكتومه. بتبقى ايه؟ بتبقى مكتومه كده، مكتومه. طب هل حضرتك ما فكرتيش ان ممكن يكون مثلا زياده الكميه هي اللي كتمتها؟ ممكن معلقه زبادي تخفها؟ ايه رايك بالافكار دي؟ يعني مثلا انا هفكر مع حضرتك بصوت عالي، كميه البسبوسه اللي حضرتك خلطتيها الاول وهي لسه عجينه، الرق الصينيه لو كبير وهي اتملت هتبقى زي الكيكه، هتبقى مكتومه. لو رفعنا السمك بتاع الصينيه، ايه رايك في الكلام ده؟ انا برفعها بس يعني برضو بتاع مكتومه. ده ايه فرن بقى؟ ما بتشربش السمك، ده ايه فرن خلاص؟ مفيش ولا كلمه. طيب حضرتك رايك النهارده في مسابقتنا، ايه رايك في اللحمه بالشوكولاته؟ الله يخليك، لحمه بالشوكولاته يعني انا بحب الافكار الجديده، بس صعبه قوي انها تبقى بالشوكولاته، يعني ممكن اجربها بحاجه ثانيه. لكن تعدي بس بحاجه ثانيه، مش باللحمه، حاجه ثانيه هجربها. تمام، رد دبلوماسي، بشكرك، شكرا جزيلا لحضرتك. ايوه جربيها حضرتك، مش هتندمي. شكرا، اكيد مش هتندمي، وانا النهارده ان شاء الله هدوق واقول لحضراتكم برضو التفصيله.